نحن بحاجة لنتنفس من جديد. رح نحكي مع بعض. على عمر الأربع سنين فقدت نظر ونتعلم من بعض. صرت عايشة بعائلة وبقى فيها ابني. رح نزعل، نبكي، نضحك، نحس بالآخر ونتفاجأ. أهلي طلعوا من السيارة ميتين. كل دمعة شفتوها حرقتني. ماخذي قرار انه اطلق طلقتين. مش مهم شو هي مصيبتك، المهم كيف بتتعامل معها. مثلي مثلك مع وسام بريدي الاربعاء 10:45 على الام تي في.